بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف المخلوقين سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معشر الإخوة والأخوات، دائما مونديال قطر دروس وعبر. ماذا كسب المغرب من هذا المونديال؟ قدمنا الأحداث، الآن مع العبر. إن انتفاضة أسود الأطلس في قطر والإنجاز غير المسبوق الذي حققوه والتضامن الذي رافق انتصاراتهم والفرحة التي أحيوها في نفوسنا أمور لا بد من استخلاص دروسها واستنتاج عبرها لتكون إيقاظا للنائمين وتنبيها للغافلين. وسأستخلص فقط أمهات الدروس التي بدت لي تاركا الفرصة لغيري وللزمن للتعمق في هذه التجربة الفريدة ليستخلص منها ما ينمي البلاد وينفع العباد. أول هذه الدروس وهذه العبر أن أبناء هذا البلد الحبيب المغرب أذكياء، مبدعون، مبتكرون، مكافحون، يحتاجون فقط لمن يقدمهم ويشجعهم ويرعاهم، وليست هذه هي المرة الأولى التي يبرزون فيها في الرياضة. فكأس العالم لسنة 1986 وتجربة سعيد عويطة ونوال المتوكل ومن جاء بعدهم في ألعاب القوى شاهدة على ما أقول. وبعيدا عن الرياضة، أستشهد على هذا النبوغ المغربي بتجربتين رائدتين وغيرهما كثير. التجربة الأولى تتعلق بحفظ وتلاوة القرآن الكريم التي احتل فيها أبناء المغرب الصدارة ويحصدون باستمرار المراتب الأولى. التجربة الثانية المشاركة في الأولمبيات والمسابقات في الرياضيات والعلوم. ففي آخر مسابقة عالمية في أمريكا في الميدان الطبي شارك كثير من الدول بالأطباء الممارسين الذين درسوا باللغة الإنجليزية وتوفر لهم من الظروف ما لم يتوفر للمغاربة، وشارك معهم الطلبة المغاربة الذين لا زالوا طلبة يدرسون، ورغم نقصهم في الإنجليزية حصلوا على المراتب الأولى. العبرة الثانية ثانيا اعتزاز المغاربة بالمغرب ورايته وانتمائهم للقيم الحضارية المغربية، ويلمس المرء ذلك في تقبيل اللاعبين للعلم الوطني ورفعهم له واتزارهم به عند كل انتصار، كما يلاحظ ذلك في سحنات وجوههم وهم يرددون عشت في الأوطان للعلا عنوان ملء كل زمان ذكر كل لسان، إلى غير ذلك من جمل وعبارات النشيد الوطني. والتفاني في حب هذا الوطن هو الذي جعلهم ينكرون ذواتهم ويتفانون رغم التعب وكثرة الإصابات، وذلك ما جعلهم يقدمون إنجازا استثنائيا خلده الشاعر الحكيم بقوله وسود في صحاف الدهر مجدا مغاربة من الصيد الرجال
وألقوا في سماع الكون درسا سماويا بأخلاق الجلال. إنها القيم الحضارية المغربية الأصيلة التي تجسد الشجاعة والرجولة والسيم الرفيعة التي نعنيها بتمغربيث التي لا تخطئها العين لدى الإنسان المغربي. وللحديث بقية إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد في البدء وفي الختام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.